أحداث سياسية وأمنية واقتصادية وصحية شهدتها محافظة حضرموت خلال العام 2020 مثلت محطات مهمة كان أبرزها فعالية شعبية للائتلاف الوطني الجنوبي في مدينة سيئون دعما للشرعية، تمكنت من كسر احتكار الشارع من قبل طرف واحد يقصي الآخرين، إضافة لاحتضان مطار سيئون أكبر عملية تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين. شملت أكثر من 1000 معتقل، هي الأكبر من نوعها بين الطرفين. في الجانب الأمني شهد العام 2020 تشكيل لجنة رئاسية لوضع حلول للمشاكل الأمنية في وادي حضرموت عقب تصعيد جبلي، لكن أكثر من 6 أشهر حتى الآن من اختتام اللجنة زيارتها لم تكن فيما يبدو كافية لتنفيذ معالجات على أرض الواقع تحد من هذه الحوادث التي باتت معضلة يأمل السكان حلها قريبا بعد أن حصدت أرواح المئات من المدنيين والعسكريين والأمنيين. 2020 لم يكن عاما جيدا للسكان اقتصاديا أيضا، رغم أن المحافظة بقيت بعيدة عن الصراع المسلح والتأثير المباشر للحرب، إلا أن انهيار قيمة العملة الوطنية تسبب بمعاناة مؤلمة للسكان من خلال ارتفاع المهول في الأسعار الذي طال جميع مناحي الحياة دون استثناء. كورونا هو الآخر، كان لحضرموت نصيب من المعاناة والتأثر السلبي على مختلف جوانب الحياة بعد أن سجلت المحافظة الحالة الأولى والعدد الأكبر من الإصابات والوفيات. وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة اليمنية، سجلت محافظة حضرموت ما يقارب 1000 حالة من إجمالي 2086 حالة، في حين بلغت أعداد الوفيات 315 من بين 606 حالات على مستوى البلاد. مشاكل عدة استحدثها العام 2020 وأخرى زادت عدتها في محافظة حضرموت كان يأمل المواطنون انتهاءها مع انقضاء هذا العام، لكن تلك الآمال لم تتحقق على أرض الواقع حتى الآن. لقناة المهرية، عبد المجيد باخريصة، حضرموت.